رح نروح لمحطة تانية رشا. ودائما قداسة أي مكان بتتجسد بالأفعال التي تقدم ضمن هذا المكان، وخصوصا لما عم نحكي عن الكنيسة، عم نحكي عن قيم العمل والعطاء وخدمة الآخر. هي المهام اللي تجسدت بعمل مجموعة من الوكلاء والأخويات الذين يقدمون الرعاية والخير للكنيسة ولأبنائها. أكيد سلمى، واليوم جدا مهم نتعرف على هي المهام ونعرف أيضا عمل القائمين على التعليم الديني المسيحي في الكنيسة. وظيفتنا لليوم هي الأخت جولييت لبوس، مسؤولة مركز التعليم المسيحية في الكنيسة. سعد صباحك أخت جولييت، والمسيح قام. كل عام حقكم ينعاد عليكم وتضلوا بألف خير. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم، شرفتونا. شكرا لك. خلينا نبلش مع حضرتك ونحكي شوي عن مركز التعليم المسيحي بكنيسة القديس كرولوس. بمدينة دمشق بسوريا بشكل عام في شيء كتير حلو بينعمل ما بينعمل بدول تانية، هي انه كهنة الكنائس بتضم اولاد الرعاية تحت مظلة شيء اسمه مركز التعليم المسيحي، لانه بيعتبروا انه البيت والكنيسة بيكملوا بعضهم، مع المدرسة أكيد، بس الكنيسة لها دور كتير فعال بالعائلات. نحن شايفين هلا أنه أهالينا نحن قدروا يعطونا شيء، بس الأهالي هلا الله يقويهم دوبهم عم بيلحقوا مشان تماما الأمور الاقتصادية. كتير ضروري أنه الولد يربى بجو سليم، والجو السليم سواء مسيحي أم باقي الأديان ينبع من الدين السليم، يعني أخلاق، وهي الأخلاق بيتعلمها بديانته المسيحية بديانته الإسلامية المضبوطة بدون تزمت. نحن وقت نعود أولادنا أحبب قريبك كنفسك فأنت ضمنتي أنه علاقته بالآخر بده تكون صح. نحن شعارنا هالسنة كان بالمركز الله معنا، هي تعبير عن ثقة كاملة أنه ربنا ما بيتركنا. نحن كان شعارنا الله ما بيتركنا، ودكتور بشار قال بأول الحرب المرقت أنه سوريا الله حاميها، ربنا بيحمينا، بس إذا نحن ما ردنا نروح لعنده ما بنقدر نعمل شيء. فالله معنا، ونحن اليوم نحتفل مثل ما كل المسيحيين بالطوائف الغربية عم بيحتفلوا بالقيامة، نحتفل بالقيامة. بالمركز منعلم الأولاد هاللي بلشوا أهلهم كيف نحن بدنا نعيش كمسيحيين، ليس فقط حفظ آيات وأحاديث وإنما عمل. أنا وقت بتعامل مع الآخر مثل ما بريد الآخر يعاملني، فإذا الأمور بألف خير. صحيح. طيب خلينا، كونك أخت ذكرتي المركز، نحكي عن الفئات العمرية للأطفال الموجودة بالمركز. مركز كيريلوس يتميز بأنه المركز تقريبا الوحيد يلي ببلشوا الأطفال من 3 سنين للجامعة. فنحن تقريبا منتابع كل المراحل، والحلو انه اولادنا يلي نحن منكبرهم هن بيستلموا منسلمهم بعدين المهام بالكنيسه. تمام 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 تمام. طيب اخت جولييت، كمان اليوم نحن عم نحكي عن المهام المضافه لعملكم، مو بس انتم قائمين ضمن هذا المركز، ايضا لكم عمل ضمن الكنيسه خلال فتره الصوم الكبير العظيم وغيرها من الاعياد. خلينا نتحدث عن هذا المجهود لو سمحتي. العمل ضمن الكنيسه، نحن بنساهم بالصلوات، بنساهم بالدورات، الكشاف مشكورين بيعزفوا، نحن بنطلع كاطفال منعبر بلباس معين عن التيم تبعيت العيد. بعيد الشعنين مثلا كانوا الأطفال كانوا لابسين شمعة النور، لأنه المسيح هو النور. كانوا مثلا عاملين كرسي الملكوت مثل وقت فات على أورشليم كملك. فهي
الاحتفالات الخارجية، بس أنا بحب نوه إنه نحن منعود أولادنا مثل ما بديت نفكر بالآخر. نحن عنا زيارة للمياتم، نحن عملنا زيارات كتير حلوة للأطفال المرضى، نحن أولاد جابوا من عندهم من أغراضهم الخاصة قدموها لأولاد الآخرين بغض النظر مين هن، قدموا شيء بيحبوه. حاولنا نزرع فيهم انه هي قمه العطاء اني اعطي شيء انا بحبه، بس انا غيري بحاجه اكثر مني فانا بقدم له اياه، لانه انا برايي مثل ما ربيت واهلنا ربونا والاباء ربونا والراهبات اللي لهم دور كثير بتربيتنا، انه شو قيمه العطاء اذا انا مو لازم لي. يعني انا عم بعطي شيء مو لازم لي، بس قيمته الكبيره وقت بعطي شيء اللي لازم لي. اكيد هي النشاطات وهي الاعمال اللي كان ضمن الكنيسه الى بيكون تاثير ايجابي ان كان على الطفل نفسه او حتى على الاهل، خلينا نحكي عن هذا التاثير، يعني النتيجه التفاعل. 100% معك حق، وحطيتي اصبعتك على الجرح. وقت اللي ولد بيروح بيقول لامه انا بدي اعطي الكنزه اللي جبتي لي اياها لبستها مره واحده بدي اعطيها لولد بالميتم، الام ليه؟ ما صغرت عليك؟ بيقول لها انا عندي غيره هو ما عنده. هي بنكون وصلنا لهاللي بدنا اياه. الاهل نشكر الله، الاهل متعاونين على قد استطاعتهم. بتعرفوا انتم هالامور كيف اللي عم نمشي فيها، بس ما حدا بينسى حدا. وصدقوني المغتربين مشكورين، مشكورين المغتربين السوريين ما بيقصروا. أكيد أنا بعرف كتير ناس بيدعمونا، بنساعد العائلات المستورة، ما حدا بينسى بلده. نحن ربينا على هاي الوطنية يلي ما بتطلع مننا بسهولة. صحيح، اليوم عم نشوف هاي العلاقات هي مو بس بين الأخوية وبين أبناء الرعية، كمان عم بتكون مساهمة لحتى تأهل أبنائنا لمواجهة يمكن التحديات اللي بيعيشوها بالمجتمع بشكل يومي، التحديات اللي عم نعيشها بسوريا من 10 سنين وأكثر للآن. تمام تمام تمام. نحن وقت اللي أخذنا شعاراتنا كل سنة عنا شعار. بإحدى السنوات وبعز دين الحرب كان الشعار سوريا هي أمي هي قلبي هي كنيستي. شو معناتها؟ معناتها أنه هالبلد هي إلنا ونحن بدنا نبقى فيها. الكشاف والتعليم متفقين على أنه نزرع هاي البذرة، هي البذرة تبع محبة الوطن. ما كتير للأسف الظروف عم بتساعد إنه تكون تمسك بالوطن فظيع. الله يذكره بالخير البطريرك غريغوريوس كان يقول تمسكوا بأرضكم، الأرض لكم، هي بلدنا. إذا أنت وأنا تركناها لمين؟ فهي بلدنا. نحن اللي بدنا نبني أجيال وأجيال. بين قوسين أنا معلمة، معلمة فرنساوي، فمربية أجيال، وبكل بلدان العالم عندي طلاب بكل بلدان العالم، وبيضلوا يقولوا طفولتنا بسوريا ما بننساها. ليه؟ ليه؟ لأنه نحن عايشين فعلا كعائلة بمدارسنا ببيوتنا، أكيد عائلة بكنيستنا، بكل واحد بطايفته. ما بيأثر ما بيأثر. أنا عندي طلاب من كل الأديان وكلهم عائلة واحدة. قد اليوم مهم هاي الجملة اللي ذكرتيها حضرتك، إنه رغم إنهم سافروا وتغربوا ولكن بيقولوا نحن عشنا أجمل طفولة في سوريا. هذا بشيء بدل على الكادر الموجود بالمركز اليوم، الكادر التدريسي، يعني خلينا نحكي عنه هيك بشكل عام. الكادر تبع الإخوة، أنا على فكرة سافرت وتركت ورجعت، كان سلمت أولادي يلي أنا قعدت معهم 10 سنين وكبروا كانوا ثانوي وهن استلموا المركز.
بعد 10 سنين رجعت طبعا لظروف عائليه، رجعت هن كمان صاروا اخوه وعم بيأهلوا غيرهم، تواصل دائم مع هاللي بالبلد وخارج البلد. اذا بقول لك مثلا نحن عندنا مناوله احتفاليه وقت يصير الطفل عمره 10 11 سنه ليصير تقريبا يفهم الجوهر تبع المناوله. نعم. بيجوا الاخوه كبار وصغار بيشاركوا سواء كانوا ولا ما كانوا. نعم. فاذا هذا دليل على الترابط الفظيع، تواصل تماما بيبقى. تماما، وبيعطوا رايهم، هيك حلو، هيك عملوا، هيك زيدوا، هيك نقصوا، يعني وبنقبل هذا الشيء. اكيد. يعني اليوم ونحن عم نحكي رشا ضمن هي الحلقه المميزه، حلقه عيد الفصح، كمان ما فينا الا ونمر على دوركم الشبه يومي الموجود باسبوع العظيم. خلينا كمان نوجه تحيه من خلالك لكل الاخوات الموجودين وايضا اللي عم بيكونوا بكنيسه القديس كرولوس او باي كنيسه من الكنائس الثانيه بالشام القديمه اللي هي بتحتوي على بيوت الله بكل صح. مكان. شو بتحبي توجهي كلمة بمناسبة عيد الفصح لكل يلي عم بيتابعنا؟ بدي أقول الجملة من الترتيل اللي رتلها أبونا ماركوس، المسيح قام حقا قام. قال أبونا الترتيلة اللي كتير حلوة، إنه في الحقيقة قام، وإن شاء الله تكون هالقيامة قيامة لنفوسنا يلي تعبت تعبت من كتير مشاكل مو بإيدنا انفرضت علينا، للقيامة لبلدنا يلي نتمنى ترجع أفضل من الأول. نحن من 10 سنين كانت سوريا، أنا كنت بأوروبا كانوا يقولوا شابو، وقت يقولوا إنه بسوريا في أطباء جراحين مهندسين معلمات أخذوا دبلومات بدرجة امتياز، فأتمنى نرجع ببلدنا ويرجعوا لبلدنا لنرجع نبني بلدنا مثل ما كانت وأكثر. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله أمين. بهمتكم أكيد يعني إن شاء الله بتكون هاي القيامة قيامة لسوريا الحبيبة. أمين. من كل الظروف اللي عم نعيشها بدنا نشكرك أختنا لليوم بهذا الصباح، بنرجع نعايدك نقول لك المسيح قام وكل عام أنتم بألف خير. الأخت جوليت لبوس مسؤولة مركز التعليم المسيحي في الكنيسة، أهلا وسهلا بحضرتك. مرسي. شكرا لك. ميرسي لكم. ينعاد عليكم. ينعاد عليكم وتضلوا بألف خير وبلدنا. أمين. بألف شكرا خير. شكرا. آمين يا رب. أهلا. شكرا.